ألف مليون مبروك مصر مصر مصر، ألف مليون مبروك طبعا فوز أو زعامة القارة الأفريقية، مصر بطل أفريقيا للشباب تحت 21 سنة، ألف مليون مبروك لمصر. الحقيقة بطولة جميلة، أداء مشرف، هذا الجيل رابع العالم منذ سنتين في بطولة العالم للناشئين، يستحق وبجدارة بطل أفريقيا للشباب تحت 21 سنة والتأهل لبطولة العالم في المكسيك في سبتمبر القادم. أرجع لضيوفي كابتن ممدوح، ألف مليون مبروك. مبروك كابتن هيثم، مبروك لأولياء الأمور نمرة واحد، مبروك للمدربين الأندية اللي وصلوا للعيبة للمستوى دوت، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك للاتحاد. إنجاز كبير إن احنا نطلع جيل زي كده ونهتم بيه. يا ريت يا رب نكمل، يا ريت نوصل لمستويات أعلى وأعلى. فألف مبروك لكل شارك من اللجان في التنظيم وللاتحاد المصري اللي أثبت إن هو احنا قادرين كمصر إن احنا نستضيف في أي وقت. ده حدث عظيم جدا يتبروز في المقام الاول زي بطوله العالم اللي حصلت للهاندبول من كام يوم. ف الف مبروك يا كابتن، الف مليون مبروك كابتن حسام. يمكن كلمه مصر وتيشيرت مصر غالي على كل واحد لبس هذا التيشيرت وعارف قيمته وعارف يعني ايه السلام الوطني يعزف في ارض الملعب في المركز الاول. الف مبروك لك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن هيثم، يعني والله الواحد سعيد جدا بالماتش والاداء الرجولي من اللعيبه دوت. يعني احنا قلنا الماتش 3-0 بس ما كناش متوقعين ان الفرقه تبقى على مستوى الحدث على مستوى البطوله. عملوا اداء جميل جدا الحمد لله، ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. الاتحاد كان منظم البطوله بمستوى راقي جدا، بمستوى جميل، بمستوى احترافي. الحمد لله يعني الناس كلها فرحت بالبطوله ديت، وان شاء الله المنتخب ده مستنيين منه حاجات اكتر من كده ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي. يمكن يا كابتن حضرتك فرحتك فرحتين، يعني في 7 لاعبين خرجوا من بين يديك يعني كمدير فني طبعا وبيشاركوا مع الفريق، فطبعا فرحتك فرحتين، فرحه بابنائك اللي انت مرنتهم وفرحه طبعا لفوز منتخب مصر. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا، يعني يمكن العمود الاساسي في الفريق من عندنا من النادي، نقدر نقول ان النادي عندنا بخير ان شاء الله. النادي الاهلي ولاد دايما، في لعيبه كتير مستواها كويس هتشيل النادي في الايام اللي جايه والسنين اللي جايه. الحمد لله النادي بخير ونقدر نطلع اكتر من كده ان شاء الله وربنا يقدرنا. اكيد وفرحه طبعا اكيد الرياضه المصريه كلها وفرحه الاتحاد وفرحه معالي وزير الشباب والرياضه، اكيد حاجه تفرح كل المصريين. زي ما قلت لكم قبل كده يعني كل من لبس تيشيرت منتخب مصر يعلم جيدا هذه الفرحه. الولاد فرحانين جدا ولسه علينا امل او عندنا امل كبير في يعني مجموعه الشباب دول، لان دول حققوا اوريدي رابع عالم وعارفين يعني ايه ينافسوا في المنافسات العالميه. الفرحه كبيره جدا النهارده، فرحه بالتنظيم، فرحه بالاداء، فرحه بالبطوله، فرحه الحقيقه بمنظر مصر الجميل اللي متصدر في كل حته في العالم وفي افريقيا. والحقيقه طبعا المكسب دايما جميل، زي ما انتم شايفين فرحه الشباب بالبطوله لانهم عارفين ان بينتظرهم كاس عالم وبينتظرهم مستقبل باهر، واكيد هم امل مصر. ودي الحقيقه اللي بيميز مصر، ان مصر دايما ولاده ومصر دايما بتطلع اللاعبين وبتخرج مجموعه دائما ابدا من اللاعبين تلو اللاعبين بيكونوا على قدر المسؤوليه وقدر البطولات. يمكن كابتن ممدوح يمكن عندنا امل لسه في الجيل ده ان احنا ان شاء الله نقدر ناخد ميداليه في كاس العالم القادم او بطوله العالم القادمه، خاصه ان هم شجعونا وادونا هذا الامل من البطوله اللي فاتت. ويمكن زي ما شرحنا في بدايه الاستوديو ان احنا الجيل المتجانس مع بعض فرصه ان هم بيلعبوا حافظين بعض، بقالهم اكتر من 4-5 سنين الجيل ده مع بعض. البلي ميكر حافظ اللعيبه، حافظ دخله الحسين امتى، هيرفع الكره سريع امتى، بيوزع اللعب. مروان الصافي نجم النجوم النهارده واخد بالك باليد اليسرى، ايده سريعه سواء في السيرفات او في الضرب. الحسيني لعيب متكامل ما شاء الله، عمل ماتش كويس قوي. انس عمل فنتات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاستوديو، نوع لعب كل اللعيبه. كابتن هاني عبد الحميد النهارده اشرك اغلبيه اللعيبه النهارده عشان يقول للناس ادي عندنا منتخب مصر وعندنا لعيبه كتيره جدا. فعلا حقيقي مستوى رائع زي ما تنبأنا. ان شاء الله مع الماتشات اللي جايه في بطوله العالم نقدر نقف على مستوانا ونشوف احنا فين، ونقدر نشتغل بالمعسكرات والاحتكاك الدولي ان احنا نطلع اللعيبه دي للمستوى العالمي. وبرضه يا كابتن لا ننسى ابدا التحيه لمنتخب المغرب الشقيق، الحقيقه قدم مباراه رائعه النهارده وكان ندا للمنتخب المصري في اغلب يعني فترات المباراه. بنوجه لهم كل التحيه هنا طبعا من شاشه قناه النادي الاهلي، وبنقول طبعا ان هذا المنتخب او منتخب المغرب اكيد ان شاء الله هيكون له شان كبير في الفتره القادمه، خاصه انه قدر يعني يكون ند قوي لمنتخب مصر رابع العالم. فاكيد منتخب المغرب الفتره القادمه هيكون له شان تاني. بتهيألي يا كابتن البطوله دي هتبقى مولد
منتخب المغرب للشباب لما يبقى ان شاء الله في الرجال؟ طبعا يعني فريق منتخب المغرب فرقه محترمه جدا، يعني ادت مباراه كبيره، ما يعني لو كانت لعبت بالمستوى ده بيتهيألي قدام الكاميرون كانت الماتش ما كانش هيخلص للكاميرون بسهوله زي ما شفنا امبارح المره اللي فاتت. يمكن انا النهارده سعادتي اكتر من اي حد، اولادي هم اللي كسبوا البطوله ديت، ست لعيبه من خمس لعيبه من الاساسي هم اللي بيتمرنوا معايا بقالهم سنتين. الولاد عملوا اللي عليهم بشكل كبير جدا، قدروا يسيطروا على الماتش من اوله من اول نقطه لغايه اخر نقطه في الشوط الثالث. دايما احنا الليدنج، دايما احنا الحمد لله لينا اليد العليا في الجيم كله. يمكن منتخب المغرب في بعض الاوقات قدر يبقى ندي لينا شويه خصوصا في اخر الشوط الثالث، بس الحمد لله قدرنا نحسمه ونخلص الماتش. انا عايز اقول لكم كمان يعني الواحد وهو بيتفرج على منتخب مصر الحقيقه بيستعيد ذكريات كثيره، يمكن كباتن طبعا لعبوا المنتخب مصر، والحقيقه لما الواحد بيحس بالانتصار بعد مجهود كبير وظروف صعبه، احنا في ظروف صعبه مفيش اعداد، شفتوا اللاعبين في التقرير قالوا ان اللي فاتت الاعداد كانت ضيقه جدا جدا ما لحقوش حتى يتعدوا، وهذا الحال ايضا لكل الفرق، ولكن اللي بيقدر يجيب نفسه ويتمرن وعنده دوري قوي وعنده يعني استعداد هنا محل انه يقدر ينافس خارجيا وجاهز ينافس خارجيا، وده كان يمكن اللي ادانا الاولويه عن الفرق المشاركه في اعداد. واكيد الاتحاد او اللجنه المؤقته برئاسه الكابتن سامح حمدي اكيد هيحط برنامج محترم لهذا الفريق، وزي ما احنا وزي ما حضراتكم شايفين دعم الوزاره وجود شباب وزير الشباب والرياضه في هذا الحدث او متابعته كمان لهذا الحدث، ده اكيد هيدل على الدعم اللي ممكن يكون الفتره الجايه. وزي ما قلنا يا كابتن يعني بنعيد وبنكرر ان مع الاعداد الجيد لهذا الفريق نقدر ان شاء الله نحجز مكان في الفاينل فور او السيمي فاينل في بطوله العالم، بس مع الاعداد الجيد. هو طبعا اي منظومه في الدنيا محتاجه كل الايادي تتكاتف ويبقى في حب وفي تخطيط وفي امكانيات هنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. والله توفرت الامكانيات مع التخطيط هنقدر نوصل لمستويات اعلى واعلى في المستقبل بالجيل ده واكتر من كذا جيل، ونقدر نعد لعيبه ثانيه عشان نقدر نحافظ على رياضتنا في المستوى الافريقي ونتطلع لمستوى عالي في البطولات العالميه ان شاء الله. يا كابتن يعني نبارك قريب لمنتخب الشابات اللي ان شاء الله مسافر نيجيريا، والناشئين منتخب الشباب برضو الاثنين مسافرين مع بعض نيجيريا في بطوله افريقيا، اللي هم الناشئين 19 سنه بنات واولاد وفريق الشابات كمان، مش كده مسافر كمان ولا هو فرقه واحده؟ فرقتين اولاد وفرقتين نيجيريا بالظبط، فرقتين، بس نتمنى لهم كل التوفيق طبعا ان شاء الله. اكيد هيبقى الموضوع صعب غير لما يلعبوا هناك. في بيل بس سنه 2002 2003 اللي هو جيل الشابات البطوله بتاعتهم اتاجلت شويه لان كان المفروض مصر هتنظمها فاترحلت شويه، وهنا في الثلاث منتخبات اللي شغالين دلوقتي اللي هو الشباب اللي خلص بطولته النهارده مع الناشئين اللي تحتيهم السن الاصغر 19 سنه رايحين نيجيريا، والناشئات رايحين نيجيريا. صحيح. فهو ده البطولتين اللي هو من يعني 28 اللي هو المفروض خلاص مسافرين خلال ايام يعني. صحيح. وخليني اقول برضو يا كابتن انه مش هتبقى بسهوله المباراه هنا يعني، خلي او البطوله، لان انت بتبقى على ارضك وسط جمهورك وسط ناسك يعني، والدوله موجوده جنبك وانت حاسس انت ما فيش غربه، ولكن في نيجيريا طبعا الوضع هيكون مختلف. نتمنى لهم كل التوفيق يا كابتن. وطبعا اكيد انت لعبت في افريقيا يا كابتن حسام وعارف ان المواضيع هناك بتكون صعبه سواء اقامه او غيره بتبقى جو مختلف تماما. بيبقى جو افريقيا عامه مختلف جدا عن اللعب في مصر. انت بتشوف صالات انت مش متعود عليها، بتشوف جمهور انت مش متعود عليه، يمكن كمان اجواء الاقامه والمعيشه في الفنادق هناك بتبقى اصعب كتير من اللعب هنا في القاهره. الفنادق بتبقى اقل، الصالات بتبقى اقل، بس على قد ما بنقدر برضو احنا كلاعيبه او احنا كمدربين بنحاول نوصل للاعيب بتاعنا ان انت رايح تلعب الماتش تحس ان انت بتلعب على البطوله من اول ماتش لغايه اخر ماتش، انت بتلعب على البطوله، انت ما بتبصش للظروف اللي انت اتحطيت فيها، لا انت بتبص للظرف ان انت بتلعب في منتخب مصر، انت لازم تكسب باسم بلدك باسم بلون التيشيرت بتاعك، انت موجود في مهمه قوميه لازم تحققها. طب انت رايك النهارده يا كابتن يعني مين نجوم المباراه من المنتخب المصري؟ يعني رقم واحد طبعا مروان الصافي ما شاء الله عليه النهارده كان هايل جدا، ونقدر نقول رقم اثنين انس صلاح بتوزيعاته للعب ولعب كل اللعيبه معاه النهارده كان هايل فعلا، وعبد الرحمن الحسيني وميدو كلهم ابطال النهارده، وعمر شريف كل اللعيبه شاركوا يا كابتن. طبعا في كل اللعيبه النهارده شاركت ما عدا لعيب واحد بس اللي هو حازم اشرف، رشاد ده الوحيد اللي ما شاركش النهارده،
نبيت نوجه له تحيه كانه شارك في المباراه واكتر ويعني اللي شارك زي ما شارك. يمكن هو عشان اصغر واحد، هو اصغر منهم بسنتين، هو يعني المفروض هيلعب في المنتخب اللي هيسافر نيجيريا. حلو يعني هو بالظبط البطوله دي تعتبر بالنسبه له فتره اعداد، وده فتره منافسه ان هو يتفرج على اجواء البطولات الافريقيه شكلها عامل ازاي، ويروح هناك هيبقى نجم ان شاء الله. كابتن ممدوح، انا شايف النهارده الروح كويسه جدا في الملعب، يعني اللي طالع زي اللي نازل، يعني اللعيبه كلها مركزه، ففي روح، في يعني الولاد حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم. دي حقيقه، هم حاسين ان البطوله على ملعبهم والناس كلها بتتفرج عليهم، والاضاف الروح الاعلى قناه النادي الاهلي، كون ان الماتش متذاع واخد بالك وشايفين كل الجماهير بتتفرج عليهم وشايفين اولياء امهم بيتفرجوا عليهم، بيدي حافز اكتر للعيبه غير ما يكون بيلعب في الملعب بس ومحدش شايفه، فده بيدي حافز اكتر. فالقناه هنا عملت طفره، كون ان هم بيذيعوا لمنتخب مصر. انا بحيي القناه وبحيي كابتن محمود الخطيب، بحيي الدكتور سامح اللي هو اصراره على اذاعه المباراه في قناه النادي الاهلي وخبر حياتك. دي طفره بالنسبه لنا، وان شاء الله تتكرر، وان شاء الله يحصل يذيع الدوري يعني المصري طبعا، اكيد احنا سيدات او رجال ودايما ابدا يا كابتن قناه النادي الاهلي هكون في ظهر ابطالنا، ومفيش ابطال اكتر من ابطال ولا اكبر من ابطال المنتخبات المصريه اللي حاملين اسم مصر العظيم على تيشرتهم، ودايما ابدا بقدر استطاعتنا هنكون وراهم، وان شاء الله دايما ابدا ما نخذلهمش في الوقت اللي هم هيحتاجونا فيه هنكون موجودين باذن الله. وخليني اقول لحضرتك كمان يا كابتن انه الكره الطائره ليها جمهورها العريض في مصر، والحقيقه عايز اقول لحضرتك ان حتى يعني نجوم الكره حتى بيتابعوا الكره الطائره، لان الحقيقه زي ما حضرتك شفت حتى اخر كورتين في المباراه الرالي اللي حصل هنا وهنا وهنا، احنا حتى انفعلنا يعني ممتعه، لعبه ممتعه، فاكيد كل ناس كتير بتتابعها، فان شاء الله الفتره الجايه يكون ليها وجود كبير على شاشه قناه النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب كابتن، يعني لو حضرتك من المسؤولين عن التخطيط لهذا المنتخب ان شاء الله كاس العالم القادم او بطوله العالم القادمه في المكسيك شهر 9، عندك وقت تضيعه يا كابتن ولا هتشتغل من تاني يوم؟ من بكره بعد ما خلصت البطوله هبدا اعمل اجنده دوليه وبروتوكولات واخبارك، واحجز الفنادق واحجز المعسكرات واخبار حياتك علشان اشوف الفرقه دي واخبار حياتك وافرغها بعيد عن الماتشات المحليه واقدر ارتقي بيهم. هل النهارده اقدر اوفر الامكانيات دي؟ اقدر النهارده. كان في فتره من الفترات احنا ما كناش بنقعد في مصر 10 ايام، كنا بنطلع من البطوله دي للبطوله دي للبطوله دي، وبالتالي بتحقق نتيجه كويسه. انا نفسي واتمنى ان الجيل ده يتعمل معاه كده ونقدر نحقق بس مركز انت عندك متغيرات دلوقتي يا كابتن، يعني جائحه كورونا وفي دول كتير جدا لا تعلم ممكن يحصل ايه، او انت ازاي تقدر تشارك في بطولات فيها او تروحها او تسافرها، في دول اوريدي سفاراتها ما زالت مغلقه، يعني ما حضرتك تاخد حضرتك تفضلت وقلت فكره جميله قبل في الاستوديو في البدايه، انك تجيب فرق عالميه هنا واخباراتك وتقدر تلعب معاها، تقدر تعمل معسكرات صبح وبعد الظهر تفرغ اللعيبه دي واخباراتك وتمتحن من خلال المعسكرات، نعمل جيل عنده ثقافه رياضيه. يعني ايه اوصل لمركز متقدم في البطولات العالميه؟ ده لسه لحد وقتنا هذا بنحقق يمكن طفره، لا انا عايز ده باستمرار بتخطيط، زي ما الدكتور حسن مصطفى تفضل وودى اللعيبه تحترف بره وعمل قوانين وعمل فترات الجون الاشول بجونين وعمل واخد بالك وقت مان تو مان في القوانين، لو جون بره التسعه اخليه بجونين حط بعض القوانين، فهي دي الافكار. محتاج الناس نسمع بعضينا، نقعد على الترابيزه ونجيب الناس ونقعد ونقول افكار، او اللي عنده مقترح يقدمها للاتحاد والاتحاد يبدا. خلي بالك حضرتك الدكتور سامح كان معانا ومشرفنا في الاستوديو وقال انه يعني دراعه مفتوح لاي افكار جديده، او اي حد من اسره الكره الطائره عنده افكار تدعم المنتخبات، والراجل كان مرحب جدا باي فكره جديده، خاصه زي ما حضرتك عارف ان هو ليس له اي غرض من نزول المنتخبات او اي شيء. دي 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 يعني قمه السعاده، الراجل عارف ان هو جاي فتره محدده ولا يسعى للانتخابات ويشتغل للمصلحه فقط. دي حقيقه، يعني انا بحييه على النقطه دي. ممكن واحد يبقى الفتره اللي هو فيها فتره مرحله انتقاليه يقول لك طب انا اتعب نفسي ليه، طب انا افكر او يشغل نفسه ليه. لا، هو راجل شغال اكنه عايش، ودي الاجيال اللي هي بتمسك بتكمل بعض. هنا جهاز النادي الاهلي، اجهزه في انديه اخرى، خبرها بنخطط مع المنتخبات القوميه، يبقى في اللعيبه. لسه بتكلم مع كابتن حسام، احنا عندنا لازم اللاعب يخش الجيم، لازم يتعمل له برنامج، يعرف عنده ثقافه رياضيه، يعني امتى ينام وامتى يتغذى وامتى.
لازم كلنا بنكمل بعض، لازم نتطور نشوف العالم كله شغال ازاي ونبدا نفكر ليه ما نبقاش زيهم، خاصه ان احنا عندنا الكوادر وعندنا عندنا قاعده 100 مليون مصري نقدر نسند يعني احنا كانت فرصه كويسه جدا. ان النهارده كان مخطط الاحمال مع المنتخب دكتور محمد الجيوشي هو مخطط الاحمال عندنا في النادي، فدي كانت حاجه بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا ان هو البرامج يعني البرنامج اللي احنا شغالين بيه في المنتخب هو بيكمل مع الناس مع في النادي، هو بيكمل مع الناس في المنتخب برضه، فهو على درايه بالظبط. لما مجموعه اللعيبه تيجي تبدا ترجع النادي تاني فنبدا نقارن الاحمال بالنسبه لها بالشغل العالي اللي هم كانوا شغالينه في المنتخب عشان نبدا نخش تاني في منافسات الدوري ومنافسات نهائيات الجمهوريه. خاصه الفتره كانت قصيره يا كابتن، يعني اللعيبه كلها قالت لك احنا اعداد ما خدناش يعني بالظبط، يعني هو فتره الاعداد دي ما كملتش اسبوعين او ثلاث اسابيع، فتره قليله جدا. فان هو يطلع بالاحمال بتاعته او يقننها في الفتره القليله ديت ان هو يحافظ على مستواهم اللي طالعين بيه من النادي ويكمل عليها ويزود لهم مستواهم كمان ليوصلوا بيها نهاية افريقيا وكسبوا بطوله افريقيا، دي حاجه جميله جدا وان شاء الله هنقدر نستمر مع الدكتور كمان وان احنا نشتغل معاهم. طب قول لي يا كابتن، يعني بحكم طبعا ان حضرتك متابع هذا الجيل والشباب وبطوله العالم اللي كانت من سنتين اللي مصر خدت فيها رابع، حضرتك شايف مين ممكن يبقى اقوى الدول الموجوده دلوقتي على الساحه في هذا الجيل؟ يعني هو بديهي طبعا وطبيعي ان فرقه البرازيل بتبقى من الفرق دايما مرشحه في جميع الاحمار في الاعمار ان هي تبقى هي بطل العالم. طبعا نقدر نقول كمان المدرسه الروسيه بما معلش يا كابتن انا اسف اقطع حضرتك بس عندنا لقاءات من ارض الملعب في غايه الاهميه، هنروح لمراسلنا فاروق صلاح من ارض الملعب والكابتن هاني عبد الحميد المدير الفني، وطبعا بلغوا تحياتنا يا فاروق وقول له الف مليون مبروك، اتفضل يا فاروق. معايا عريس الليله وواحد من نجوم البطوله كابتن هاني عبد الحميد المدير الفني لمنتخب مصر. كابتن هاني الف مليون مبروك، مجهود كبير على مدار البطوله بيكلل النهارده بالانتصار والفوز بالذهبيه. الله يخليك. وبصراحه مش مجهود شخصي ونطلع على بطوله العالم ان شاء الله. المجهود ده مش بتوليد اللحظه، مجهود ناس كتيره جدا بدايه من الناس اللي قبليه والمدربين بتوع الانديه اللي اجهزوا اللعيبه، لان كان فتره الاعداد قليله جدا فاحنا ما لحقناش بردك نجهز اللعيبه بالشكل اللي هو المطلوب بالرغم اللي هم قدموا مستوى كويس. بس بردك انا بشكر جميع مدربي الانديه اللي جهزت لنا اللعيبه دي في الدوري المحلي وقدرنا احنا في فتره 3 اسابيع نجهزهم عشان نلعب البطوله ونكسبها والحمد لله. الدعم المتواصل من الاتحاد المصري بقياده الدكتور سامح حمدي شفته ازاي وهو على مدار البطوله موجود معاكم، معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي موجود معاكم، اعتقد ده كان اكبر رساله واكبر حافز. والله انا لازم اشكر الناس دي، معالي الوزير كان كل ماتش معانا، الدكتور سامح موجود معانا في الفندق معانا في التدريبات، بصراحه موجود يشكر عليه رئيس واعضاء مجلس الاداره كلهم كابتن ابراهيم فخر الدين، الناس كلها النهارده مجتمعه على هدف واحد وكل الناس فعلا اللي ربنا كرمنا بيه هو بسبب الحب اللي موجود المجموعه كلها، مش فرد ولا فردين، المجموعه كلها من لاعبين واجهزه ومجلس اداره، الناس اجتمعت لهدف والحمد لله ربنا اكرمنا وحققنا الهدف ده عشان نفرح الناس ونفرح الجمهور ونفرح اسره الكره الطايره. يعني نقدر نقول على الرغم من المستويات المتفاوته، الكونغو ثم الكاميرون مباراه كبيره، النهارده مباراه المغرب ايضا مباراه كبيره، في الثلاث مباريات منتخب مصر هو اللي بيفرض اسلوب لعبه على الثلاث فرق. والله احنا الحمد لله معانا جهاز متكامل، معانا احصائي على اعلى مستوى وعندنا مساعد مدرب ومدرب عام، قعدنا مع بعض وحللنا الفرق كلها الحمد لله التحليل ومع تجهيز اللعيبه بالشكل اللي احنا عايزينه، بنفرض طريقه لعب معينه على الفريق الخصم نشتغل بيها وده نتيجه الاحصاء. يمكن اتقطع يعني اللقاء مع طبعا مراسلنا فاروق صلاح والكابتن هاني عبد الحميد. كابتن انت كان ليك تعليق على الكلام اللي قاله كابتن هاني عبد الحميد. والله انا بشكر كابتن هاني وببارك له ان هو ادى الحق لصاحب الحق، ان هو كون ان هو بيشكر مدربين الانديه وكل المدربين اللي عملت اللعيبه دي من وهم صغيرين وشاركوا، كل واحد حط طوبه من البدايه، احنا كلنا بنكمل بعض كمدربين وكاجيال متلاحقه. هو كون ان هو طلع على الهواء شكر كل الناس دي فحاجه يشكر عليها طبعا. ونتمنى ان كل مدرب وكل حد واخد حياتك فعلا، ما احنا ما فيش حد بيشتغل لوحده،
اذا ما كانش التخطيط من سن الميني فولي وخبال حياتك واختيار العناصر الكويسه واختيار الكوادر الكويسه من المدربين عشان نقدر نعمل لعيبه كويسين ذات مهارات كويسه، فهو ده بنكمل بعض. طب يعني كابتن حسام، يعني تعليق حضرتك على كلمه طبعا كابتن هاني عبد الحميد، وحضرتك احد المدربين اللي اشتغلوا مع اللاعبين الموجودين في المنتخب، تعلق تقول ايه على الكلام بتاع كابتن هاني عبد الحميد؟ يعني والله انا شايف ان كابتن هاني فعلا اتكلم كويس جدا وقال ان المدربين برضو في الانديه اشتغلت بطريقه كويسه مع اللعيبه اللي معاها، واللعيبه ديت طبعا الشغل دوت ما جاش من فراغ، الشغل ده على مدار سنين طويله جدا من ايام ما اللعيبه ديت بدات تتجمع في فرق الميني فولي، مرورا بقى بمراحل 15 ومراحل 17 ومراحل 19 سنه. فطبعا كل مدرب عمل حط بصمه في لعيب من اللعيبه طبعا، فطبعا كل ده بيبقى الناتج بتاعه ان احنا بنشوف اللعيبه ديت صفوه اللعيبه ديت في منتخب مصر صحيح، وبتجيب ميداليه وبتتوج، بتجيب ميداليه وبتتوج وبتاخد رابع عالم. كل المدربين اللي شاركت اللعيبه ديت، يعني كل مدرب ليه بصمه ولو صغيره او كبيره مع اللاعب، ده طبعا بيفرق معاه، وده اللي احنا بنشوفه في الماتشات ديت ان اللاعب ازاي واقف على رجليه، ازاي بيعرف يشتغل، ازاي خاصه ان فتره الاعداد المنتخب كانت صغيره. بس كابتن استاذنك، هنروح لمعلقنا طبعا الكابتن عزب الشرباجي ومراسم التتويج، فالى هناك. دكتور سامي حمدي ذا بريزنت ايجيبشن فوتبول فيدريشن، حتى كلموا الانتاج يا عم، تو اونر مدام بشرى حجيج افريكان فوتبول فيدريشن بريزنت. يتفضل الدكتور سامي حمدي رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره، معلم ماشي يعني يمكن الاستعداد للمراسم التتويج يعني شغال، وشفنا طبعا رئيس الاتحاد الافريقي الكابتن بشرى حجيج، وشفنا كابتن فؤاد عبد السلام، وشفنا كابتن سامح حمدي او دكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته، وبيبان في الصوره اهو في احاديث جانبيه طبعا. وخلينا اقول لكم ان الاحاديث الجانبيه دي بيتاخد فيها قرارات، يعني مش بس بتبقى حديث ومين كسب، لا طب ده احنا هنعمل، اكيد ما بيضيعوش وقت. والحقيقه دكتور سامح حمدي يعني بامانه يعني بيشتغل بشكل كبير جدا عشان تاهيل البيت، زي ما قال قبل كده في اللقاء اللي كان قبل المباراه انه بيعد البيت لمن سيستلم المهمه منه ان شاء الله بعد الانتخابات القادمه. يمكن يا كابتن كنا يعني بنتكلم قبل الفاصل وقبل ما نروح للملعب، بس لسه مش جاهزين لمراسم التتويج، عن كابتن ابراهيم فخر الدين وانه اختياره مدير فني للمنتخبات ضمن ان هيحصل تخطيط جيد للفتره القادمه. هو طبعا كابتن ابراهيم اشتغل رجال وسيدات، ومن اول المدربين اللي اشتغل بالاسلوب العلمي، وهو اللي دخل داتا فولي مصر، ويمكن علم بعض المدربين، ومن ضمنهم كنت انا شفت معاه، اشتغلت 6 سنين وحققنا بطولات وانجازات كتيره جدا، ومن ضمن الناس اللي هو صارم في قراراته. يمكن في مدرستين من بعض المدربين، مدرب ممكن يعامل اللعيبة بأسلوب الطبطبة بحيث ان هو يقدر يحتوي اللعيبة. طب اللعيب اللي موجود دوت، وخبر حياتك
محتاج توازن من شويه عشان تعلى بمستوى الفني. صحيح. وخبر حياتك ما تقدرش تفضل تطبق عليه على طول. صحيح. فهنا معادله صعبه على المدرب ان هو يتقن الاثنين، ومع الوقت كابتن ابراهيم بدا يعملها، بدا يوازن بين هنا وبين هنا، فبدا النهارده يشوف اللعيبه بعين ثانيه. كان من الاول كان يقول لك كابتن ابراهيم ما بيضحكش، ما بيضحكش ليه؟ هو عشان يدي اللعيب انطباع بالجديه في التمرين وفي المباريات. عايز اللعيب بينام بدري، عايز اللعيب بيتغذى كويس، عايز اللعيب ملتزم، عايز اللعيب مدرسته كده. هو يعني فعلا من المدربين اللي احنا تعلمنا منهم كتير، وبدا ينفذ الكلام ده على المنتخبات القوميه. فاحنا شايفين دلوقتي فيه طفره، وان شاء الله يبقى عندنا ثقافه من اللاعبين يقدروا ينفذوا فكره وطموحاته. اختيار الدكتور سامح لشخصه كان موفق، وان شاء الله في المستقبل نشوف ان شاء الله. يا كابتن هتبتدي بالمنتخب ده والمنتخبات اللي مسافره نيجيريا. كابتن حسام، يمكن حضرتك شرفت بتدريب تحت قياده الكابتن ابراهيم فخر الدين. ابراهيم كابتن فخر الدين هو يمكن من المدربين، انا لما كنت بتمرن قبليهم كنت بخش الاقي فيه فيديوهات وكاميرات وسنسورز بتتحط على الدراعات وقياس للجنبات، يعني كان تمرينه قوي وعلمي. يعني هو كابتن ابراهيم طبعا من المدربين اللي احنا كلنا استفدنا منها، سواء اذا لما كنت لعيب او دلوقتي لما كنت بقيت مدرب. بتفرج عليه بشوفه بيتعامل ازاي مع اللعيبه بتاعته، وبشوف ازاي اسلوبه العلمي في اداره التمرين، اسلوبه العلمي في تحليل الماتشات اللي هو هيلعبها. يمكن انا عشان اتمرنت مع كابتن ابراهيم فعرف. كم سنه اتمرنت مع كابتن؟ حوالي 3 سنين. 3 سنين. شفت الطريقه اللي هو بيعامل بيها اللعيبه بتاعته، ازاي كان بيعاملنا، ازاي بيعايزنا نبقى. انا شفت كنت كان بيصوركوا وبيوريكوا نفسك في على الشاشه، كان جاب تلفزيون. ايوه. وكان بيوري اللعيب بيوري اللعيب نفسه، علشان انت كلاعب تشوف اخطائك عامله ازاي. انت لما بمجرد ان انت هتتفرج فانت بعد كده هتصلح من نفسك. صحيح. انت شفت نفسك عامل الغلط فبتحاول تعمل الصح، اللي انت بتشوفه الصح عامل شكله عامل ازاي، فانت بتحاول تطور من نفسك غصب عنك، لان انت شفت الغلط، انت لعبت الغلط فبتحاول تلعب الصح. لا، ممكن يبقى في مدربين بيعملوا ده في المباريات، ولكن الحقيقه كابتن ابراهيم فخر الدين كان بيعمل ده في التمرين. كان بيحصل كده في التمرين، يعني خليك تشوط وتطلع تبص على نفسك. عدد الكور، عدد الكور واللعب، اللعب اللي انت بتلعبه في التمرين اكبر بكتير من عدد اللعب اللي بتلعبه في الماتش. بالظبط. فانت بيبان الكوره، مثلا انت بتاخد الكوره من واطي، فانت في التمرين بتاخد 5 6 7 كور من واطي، فانت خلاص شفت نفسك بالظبط، فمش هتقدر تضحك على نفسك. فهو بالظبط كان يعني بيحاول يعمل معانا الموضوع دوت بطريقه علميه، ازاي اللعيب يلعب الصح. انت بتعمل دي غلط، المفروض الصح بتاعه يبقى شكله عامل كده. انت عارف يا كابتن لما كنا الباسكت اتمرن بعديكوا في الميعاد، كنت بنيجي نقعد اتفرج الاقي اللعيب بيشوط ويجري يبص على نفسه، يجري يبص يشوف هو عامل ايه، وبعد كده يرجع يشوط تاني. اه بالظبط. فالحقيقه ده خلينا متفائلين ان التخطيط للمنتخبات الفتره الجايه، بس نعدي من افريقيا هيبقى كويس. اه طبعا، يعني كابتن ابراهيم مع الاسلوب العلمي اللي هو بيشتغل بيه، انا واثق جدا ان هتلاقي المعسكرات هتبقى كويسه، التدريبات هتبقى كويسه، الاجهزه الفنيه هتبقى على اعلى مستوى، هيبقى في شغل كبير تقني علمي موجود في المنتخبات. صحيح. وكابتن ممدوح ده لا ينكر ابدا دور من قبله، يعني زي ما احنا قلنا ان اللي بيجي بيبني على وراه. اكيد. فطبعا اكيد ده ما ينكرش ابدا دور المجموعه اللي كانت موجوده قبل كده، او الاتحاد اللي كان موجود من كده، او اللي قبله او اللي قبله في بناء الاجيال. طيب خلينا نروح لارض الملعب، وطبعا ومراسلنا فاروق صلاح واللقاءات مهمه. اتفضل فاروق. باشمهندس عماد الباهي رئيس منطقه الجيزه ونائب مدير البطوله، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الف مليون مبروك، مجهود كبير على مدار الفتره اللي فاتت، النهارده بيكلل بالميداليه الذهبيه. الحمد لله. الحمد لله، مجهود كبير بذله المنتخب المصري والاتحاد المصري للكره الطايره برئاسه الدكتور حسن حمدي وسامح حمدي وكل اعضاء مجلس الاداره، طبعا مجهود الحمد لله، والمدير الفني للمنتخب وكل اعضاء الجهاز الفني. مجهود الفتره كانت قليله جدا، والحمد لله قدرنا نلم نفسنا ونعمل معسكر مصغر، وعملنا شويه ماتشات وديه مع بعض لغايه ما قدرنا الحمد لله وصلنا لمستوى كويس. على الرغم من الوقت كان قصير، ولكن الاستعداد كان يعني على افضل ما يكون. الدعم اللي موجود من الاتحاد وموجود من وزاره الشباب والرياضه، ايضا اللعيبه كانت رجاله والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤوليه. الحمد لله، هو تم اختيار اللعيبه من فتره كبيره، وكل لاعب عارف ان هو هيجي يوم هيمثل في مصر ويلعب في المنتخب. كله كان عنده حماس وعنده طموح، كله كان على هبه الاستعداد. اول ما قلنا يلا ابتدي كل الناس كانت جاهزه، ما خدناش وقت كتير في التجميع، كل الناس كانت عارفه دورها ايه، ونزلنا الملعب وابتدينا نعمل الماتشات الوديه والاستعداد، والحمد لله يعني ربنا كلل المجهود بالنجاح.
انا عارف شويه من الاحداث ان الامور كانت يعني غير واضحه والرؤيه غير واضحه باقامه البطوله، لكن كان عندكم تصميم ان انتم تنظموا البطوله وتقام في موعدها. تمام. هو عشان جائحه كورونا كان الاتحاد الافريقي المتحد ردد شويه ان هو يعمل المسابقه، وبعض الدول اعتذرت وبعدين في دول تانية دخلت واعتذروا في اخر لحظه، بس احنا كنا عارفين ومتاكدين ان البطوله هتقام، عشان كده احنا ما كناش بنبص لدوت، احنا كنا بنبص في الملعب مع اللعيبه مع المنتخب وركزنا فيه، والحمد لله البطوله جت وجت عندنا في مصر الحمد لله. اشكرك التوفيق. شكرا. اكيد يعني لقاءات مهمه، وكمان زي ما حضراتكم شايفين الفرحه على المسؤولين في الاتحاد، والحقيقه لانه احنا كنا محتاجين مكسب زي ده، ومحتاجين دايما البطولات اللي بتتعمل على ارض مصر زي ما قلنا هي بتبقى شقين، شق تنظيمي وشق فني. التنظيم احنا مش قلقين منه خالص، والفني هو ده اللي بيبقى قلقين منه، وبيبقى عايزين طبعا الناحيه الفنيه بتبقى احسن حاجه. وزي ما حضراتكم شايفين يا كباتن ده مراسم التتويج، يمكن بدا طبعا شايفين كابتن بشرى حجيج طبعا الرئيس الاتحاد الافريقي، كابتن فؤاد عبد السلام، كابتن سامح حمدي وزير الشباب، معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. يا دكتور يعني كابتن ممدوح، راي حضرتك طبعا في وجود وزير الشباب في مراسم التتويج ده اكيد مدي يعني زخم حتى للدول الاخرى اللي بتبص المباراه. دي حقيقه. هو الدكتور اشرف صبحي نشاطه واضح خلال الفتره اللي فاتت، موجود مع جميع المنتخبات القوميه في جميع الاتحادات. بنشكره على الاهتمام، وبنشكره ان شاء الله على توفير الدعم الفتره اللي جايه لتاهيل المنتخب لتحقيق مركز كويس في بطوله العالم. مهم جدا ان احنا رساله لسياده الوزير كيفيه اعاده تعيين الاتحادات الرياضيه. صحيح. وخلينا يعني بص يا كابتن، يعني هو دلوقتي بيتقدم طبعا في اجراءات احترازيه بتتعمل حتى في تسليم الجوائز. شايفين الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته طبعا بيدي للدكتور او بيقدم للدكتور اشرف صبحي طبعا درع الاتحاد تقديرا لجهود الدكتور اشرف صبحي. وزي ما احنا قلنا احنا حاسين بالجهد يا كابتن حسام، يعني حاسين بالجهد اللي عمله معالي الوزير، واكيد التكريم ده تكريم لجهده ومؤازرته ليهم يا كابتن. طبعا يعني هي بطولة افريقيا عشان تتعمل في الظروف اللي احنا فيها ديت بتبقى صعبة جدا، ظروف احترازية كبيرة بتخاف على الفرق اللي انت مستضيفها، بتخاف على الفرقة بتاعتك، بتخاف على حتى على الجمهور، بتخاف على الناس اللي شغالة في البطولة نفسها. صحيح. فبيبقى مجهود كبير جدا انت بتقدمه عشان كمان تطلع البطولة بشكل لائق، بشكل جيد. طبعا يليق باسم مصر وسمعة الكرة الطائرة في مصر. نفس الكلام يا كابتن، يعني دلوقتي دكتور سامح حمدي برضو بيقدم للكابتن او للسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد او رئيس اتحاد افريقيا لكرة الطائرة الجديدة، يمكن هي خلفا للدكتور عمرو علواني درع الاتحاد. منظر جميل، يعني مصر بتحتضن الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب في منظر الحقيقة جميل كابتن، يعني طبعا يعني ده إثبات برضو للاتحاد الأفريقي إن إحنا مصر إحنا ممكن ننظم البطولة في أقل وقت ممكن، أنتوا بس قولوا لنا نظموا وإحنا عندنا الاستعدادات وعندنا البنية التحتية وعندنا من الكوادر إن إحنا نقدر ننظم البطولة ديت في وقت قياسي زي اللي حصل ده. صحيح. ويا شباب برضو يعني خلي بال حضرتك برضو الإجراءات الاحترازية حادة شوية طبعا من إن إحنا نقدر ندخل جمهور مثلا، لو في جمهور يا كابتن هتبقى الدنيا مختلفة يا كابتن ممدوح، هيبقى الدنيا شكلها مختلف خالص. يعني برضو إحنا على يعني بسبب الجائحة برضو مكتفانا مش قادرين، يعني نجاح البطولة بيبقى نجاح جماهيري، وده كان هيحصل لو ما كانش فيه جائحة كورونا. إن شاء الله هيحصل في القريب العاجل، والجماهير تبدي دفعة للعيبة وللمنتخبات القومية وتنجح البطولات زي احنا متعودين عليهم، هم اللاعب رقم واحد في جميع الملاعب. ده تكريم الحكام يا كابتن، بتهيألي جوائز الحكام التقديرية. الشكر طبعا للجنة الحكام برئاسة كابتن نصر شعبان، عامل مجهود كبير وفعلا شايفين تحكيم فير ومجهود كبير لبقية اللجان، لجنة المراسم، لجنة الاستقبال، لجنة المواصلات. اختيار اللجان دي ان ناس متخصصه انه يعرف يروح يستقبل الفرقه دي في المطار، لازم يكون حد فاهم يعني ايه، بيختار حد من القيادات من اللواءات من الشرطه علشان يقدر يوفر الامكانيات ويسهل الاجراءات. طب ايه رايك يا كابتن نطلع لمعلقنا الكابتن ايمن طبعا عزب الشرباجي، اكيد هو في ارض الملعب ممكن يوصف لنا مراسم التتويج احسن. اتفضل كابتن عزب. اصحاب المركز الأول والمنتخب القومي المصري، شايفين كده اصطفاف الفرق والمنتخب القومي يذهب إلى منصة المركز الأول والتتويج ببطولة إفريقيا للشباب تحت 21 سنة المؤهلة لبطولة كأس العالم، ثم منتخب الكاميرون
ومنتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، ثم يأتي منتخب المغرب صاحب المركز الثالث. طبعا عارفين ان اول وثاني مؤهلين لبطولة كأس العالم للشباب تحت 21 سنة. كان المقرر ليها الإقامة في إيطاليا وبلغاريا، ولكن تغير الكلام بقى، هل المكسيك هي اللي هتستضيفها ولا إيه؟ رأي نهائي لسه هنشوف. منتخب الكاميرون بيحتل المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخه. كان أخذ المركز الثالث 84 و98. أما المنتخب المغربي في 2004 كان صاحب المركز الأول والمركز الثالث في 7 مناسبات، والمركز الثاني في 3 مرات في 96 98 2016. وأدي بقى هنا ميدو اللاعب رقم 5 لاعب بتروجيت، احسن لاعب في البطوله احمد عبد العظيم لاعب نادي بتروجيت من ابناء النادي الاهلي او من ناشئين النادي الاهلي، ويكرمه مدير البطوله الكابتن هاني فكري. احمد عبد العظيم ميدو وكأس أحسن استقبال هيكون من نصيب مصر، مصر برضو، واللاعب الحسيني اللاعب المتألق دائما والفتى الطائر لمنتخبنا الوطني اللاعب عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الأهلي، ويكرمه الدكتورة نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري للكرة الطايرة، طبعا من الأجيال الذهبية لمنتخبنا الوطني للسيدات الدكتورة نادية رشوان، ربنا يديها الصحة. طبعا الحسيني أحسن استقبال، أحسن إعداد، يا ترى من نصيب مين؟ هل الحاوي بقى أنس؟ أنس رقم 2 لاعب النادي الأهلي وأحسن إعداد أو المعد الأفضل في البطولة، وطبعا كان حاوي بقى خليفة لعظام المعدين في مصر، ويكرمه عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري الكابتن سامي إبراهيم. تاريخ طويل طبعا لكابتن سامي إبراهيم بقى كمدرب وكلاعب، والآن بيكرم أحد أبنائه وهو أحسن معد في البطولة أنس لاعب النادي الأهلي. كأس أحسن ضارب مين؟ من المغرب رقم 4، رقم 4 من المغرب كأس أحسن ضارب إدريس بوستاري، كأس أحسن لاعب ويكرمه عضو اللجنة المؤقتة كابتن إيهاب عزمي. إدريس أحسن ضارب في البطولة من منتخب المغرب الشقيق، كابتن إيهاب عزمي قام بتكريمه. The best blocker in this competition is number 11 from Cameroon. أحسن حائط سد رقم 10 من الكاميرون ديريك ديفو، رقم 10 من الكاميرون ديريك ديفو أحسن حائط سد.
ويقوم الكابتن الحكم الدولي العالمي ناصر شعبان رئيس لجنة الحكام بالبطولة وبالاتحاد المصري لتكريم اللاعب كأحسن حائط صد ديفو من الكاميرون. كابتن ناصر شعبان حكمنا العالمي اللي بيشارك في كل المحافل العالمية بداية من دوري الأمم النسخة الأخيرة. أحسن ليبرو أعتقد هيكون من نصيب المغرب. من الكاميرون رقم 14 من الكاميرون ستيفان مانا ليبرو من الكاميرون كان مجتهد في أدائه قوي ولكن النهاردة كان عاجبنا طبعا لاعب المغرب ولكن هو تفوق عليه بقى في الإحصاء بتاعته. أحسن ليبرو أحسن ليبرو في البطولة لاعب الكاميرون ديفو. أحسن لاعب مركز اثنين مروان الصافي. مروان الصافي النجار ضربات ساحقة لا تصد ولا ترد شفناه وتابعناه كلنا وإن شاء الله يكون ليه شأن كبير في القادم. ويقوم بتكريمه المهندس أيمن غزلان عضو مجلس اللجنة المؤقتة بالاتحاد. صورة طبعا تذكارية للاعبين الحاصلين على أفضل مراكز أثناء البطولة. سبعة لاعبين في كل مركز. لاعب. أربعة من منتخب مصر أحسن معد وأحسن ضارب مركز أربعة وأحسن ضارب مركز اثنين وأحسن استقبال. طبعا تشريف وتكريم لمنتخبنا الوطني وصورة تذكارية مع سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي. قد إيه بتكون دفعة قوية للاعبين مثل هذا التكريم بالأخص لأنهم النواة للمنتخب الأول في بلدهم. ونيجي بقى لتكريم الفرق الثلاثة الأولى في البطولة. الميداليات التذكارية بداية من صاحب المركز الثالث فريق المغرب والميدالية البرونزية. المركز الثالث لفريق المغرب. يقوم بتكريم الدكتور فؤاد عبد السلام. والكابتن إيهاب عزمي عضو اللجنة المؤقتة بإدارة الاتحاد المصري يقوم بتوزيع الميداليات البرونزية على فريق المغرب الشقيق صاحب المركز الثالث. تسليم الميداليات التذكارية والمركز الثالث لفريق المغرب.
المهندس إيهاب عزمي والدكتور فؤاد عبد السلام. لاعبين بذلوا كثير من الجهد للوصول إلى أعلى المستويات، وإن كان مشاركة 4 فرق في البطولة الإفريقية ليس طبعا بالعدد الكبير، ولكن الهدف من البطولة هو التأهل لكأس العالم. قدامهم مشوار كبير سواء الفرق اللي وصلت منتخبنا القومي أو منتخب الكاميرون، وفي شغل كتير أكيد هيتعمل من منتخب المغرب لمزيد من التأهل ومزيد من التمكن خلال الفترات القادمة. وميدالية المركز الثالث أكيد هتكون حافز ليهم لتطوير مستواهم وتنمية العناصر اللي موجودة قدامنا، وإن شاء الله توصل إلى أعلى المراتب. مع انتهاء تتويج الميداليات البرونزية لأصحاب المركز الثالث هو فريق المغرب، جاء وقت تتويج لأصحاب المركز الثاني وهو فريق الكاميرون. ما زلنا في تتويج أصحاب المركز الثالث، يقوم بالتتويج دكتور فؤاد عبد السلام والمهندس إيهاب عزمي عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد. وصورة تذكارية للدكتور فؤاد والمهندس إيهاب عزمي مع فريق المغرب صاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. والآن مع تتويج أصحاب المركز الثاني وهو فريق الكاميرون، أسود الكاميرون، منتخب جسمانيا من أقوى المنتخبات الموجودة، وقدامه لسه مشوار طويل للوصول بمستوياته الفنية العالية. يقوم بالتتويج أستاذ إيهاب غزلان نائب رئيس اللجنة المؤقتة، والأستاذ عدنان نائب رئيس الاتحاد الإفريقي. يقوم بتتويج أصحاب المركز الثاني فريق الكاميرون، أسود الكاميرون، أصحاب الألعاب الإفريقية في المنتخب الأول في تونس، وأصحاب المركز الثاني في بطولة إفريقيا، وليهم تمثيل مشرف على مستوى السيدات في بطولات العالم، أصحاب المركز العاشر في بطولة العالم الأخيرة. مهندس أيمن غزلان يقوم بتتويج وتنصيب الميداليات التذكارية للاعبين، هو من أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد. ما زال تقليد الميداليات الفضية لفريق الكاميرون. عارفين طبعا المنتخب الأول المصري يحتل المرتبة الثانية في التتويج ببطولة إفريقيا ب8 ألقاب، منتخب تونس الأول ب10 ألقاب، ثم منتخب الجزائر والكاميرون متساويين كل منهم لقبين. ما زال تتويج فريق الكاميرون
بالميدالية البرونزية وصورة تذكارية مع أستاذ بغدادي والمهندس أيمن غزلان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وصورة تذكارية مع منتخب الكاميرون والتتويج بالمركز الثاني والتأهل لبطولة كأس العالم من نصيب فريق الكاميرون. وجاء وقت الذهب، وجاء وقت تتويج الأبطال بالمركز الأول. المنتخب المصري للشباب تحت 21 سنة صاحب تصنيف رابع العالم في 2019 وخامس العالم في 2017، وإن شاء الله منتظرين المزيد في بطولة العالم القادمة اللي كان مقرر ليها إقامتها في إيطاليا وبلغاريا ولكن تغيرت إلى المكسيك. فهل ده الكلام النهائي؟ ويقوم بالتتويج الدكتور أشرف صبحي والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي. والدكتور أشرف صبحي طبعا لا يفوت بقى مثل هذه المجالات، في كل أروقة بنلاقيه ما شاء الله مجتهد جدا وبيحاول كده يدي دفعة للشباب في كل المحافل سواء الرياضية أو التجمعات الشبابية. نظمنا بطولة أو مونديال كأس العالم لليد وقد إيه نجحنا وقد إيه أشاد بينا العالم كله، وسط إجراءات احترازية وإجراءات استثنائية إدينا درس للعالم كله إزاي ننظم بطولة بالرغم من الصعوبات اللي ممكن تواجهنا في أي من هذه المحافل. يقوم الدكتور أشرف صبحي بتقليد الميداليات الذهبية ومعه الدكتور سامح حمدي والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي. وقد ايه بقى روح الأبوة وقد ايه الربط على أكتاف الشباب المصري اللي بيرفع رأس مصر عاليا في كافة المحافل سواء الرياضية أو أي تجمعات شبابية. حصلنا بالمنتخب الوطني على المركز الأول وعلى 4 مراكز من مراكز أحسن لاعبين داخل البطولة، وإن شاء الله نكمل المسيرة مع بطولة العالم. وقد إيه بيرفع بقى من روح المعنوية تواجد السيد الوزير أشرف صبحي النشيط المجتهد داخل أروقة مجمع الصلاة وبيقلد اللاعبين الميداليات الذهبية وبيقلد الجهاز الفني القدير بقيادة كابتن هاني. جهاز فني احتضن لاعبيه ووصل بيهم للنهائي وكسب البطولة وإن شاء الله يكمل معاهم كده في كأس العالم. كابتن هاني احمد عبد الحميد وطبعا كرئيس البعثه كابتن ايهاب عزمي وكابتن احمد هاني احمد عبد الحميد مدير فني وكابتن ناصر علي مدرب عام وكابتن خالد ابراهيم مدرب مساعد وكابتن احمد شعلان مدير اداري ودكتور ايهاب طنطاوي وكابتن مصطفى صالح وكابتن محمد هشام الجيوشي وكابتن محمد طاهر كتيبا لمس الوطن حتى وصلوا بالبطولة. أنس صلاح الدين، عمرو وائل رؤوف، مروان الصافي النجار، يوسف أشرف عباس، عمر شريف عبد الحليم، يوسف أحمد نصير، عبد الرحمن أحمد الشحات، عبد الرحمن الحسيني، إياد إيهاب ثابت، أحمد أيمن عبد العظيم، حازم أشرف، رشاد وآدي السكر مع المنتخب الوطني الفائز بالمركز الأول في البطولة الإفريقية والمؤهل لبطولة كأس العالم. يتوسطهم الدكتور أشرف صبحي وعلى يمينه السيدة حجيج رئيس الاتحاد بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي والدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة. وبانتهاء التتويج تنتهي القصة لنبدأ مع قناة الأهلي بمشوار جديد وإن شاء الله ببطولات جديدة. و على أمل اللقاء بكم، محدثكم عزب الشرباجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا نجم جايز نفسك جايز نفسك.
هوا هوا هوا. معنا في هذه الأثناء معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. دكتور أشرف، إنجاز جديد بيضاف للرياضة المصرية اللي بتعيش فترة ذهبية على كافة الأصعدة، على كافة المستويات، كرة قدم، كرة يد، هاندبول، وأيضا الهاندبول والكرة الطايرة. شباب الرياضة فترة ذهبية بتعيشها الرياضة المصرية على كافة الأصعدة، زي ما قلنا كرة اليد، كرة القدم، وأيضا في النهاردة كرة الطائرة، فترة ذهبية وحضرتك ليك دور كبير جدا في هذه الفترة. أولا الحمد لله الفترة الذهبية فترة دعم فخامة الرئيس القيادة السياسية للرياضة المصرية وللشباب المصري في كل القطاعات وكل المجالات. أيضا دورنا ودور يعني الحكومة المصرية والدفعة الكبيرة من دولة رئيس الوزراء في الحقيقة بتؤهلنا ان احنا نكون ورا اولادنا، بنخلق وبنعمل وبندفع جيل جديد طالع من اسفل الى اعلى، بنهتم بيهم جدا جدا. اولادنا دول السنة اللي فاتت كانوا ايضا في بطولة العالم وفي تونس وسافرنا لهم وقعدنا معاهم ودفعناهم، لكن العمل الجماعي اكيد بيساوي نجاح كبير جدا. الحمد لله الف مبروك، بطولة 21 سنة اول افريقيا تستضيفها مصر، تضاف إلى مجموعة البطولات اللي مصر بتستضيفها مؤهلة لكأس العالم، وعندنا فريقين مسافرين إن شاء الله بطولة أفريقية في نيجيريا، هيكون 19 سنة ولاد و18 سنة بنات، إن شاء الله إحنا دافعين ورا كل ولادنا ورا الرياضة المصرية. دكتور أشرف، الفترة الأخيرة أثبتت أن مصر تملك بنية تحتية قوية، تملك كوادر إدارية في النواحي التنظيمية في ظل ظروف صعبة بيعيشها العالم. أكيد الحمد لله يعني بالتخطيط الجيد ووقوف الدولة المصرية بنقدر إن احنا يعني نستضيف وننظم في الظروف اللي موجودة. الجزء الآخر طبعا لازم نكون عارفين إمكانياتنا كويس. الدولة المصرية الحديثة اللي بتتطور مدركة ما نمتلكه، الحمد لله في بنية أساسية كبيرة جدا بتعيشها مصر في كل المجالات وإحنا بنعيشها في المجال الرياضي. كمان البنية البشرية عندنا خبرات كتيرة جدا، مصر والمصريين في كل المجالات عندنا كليات متخصصة كتيرة، فبالتالي يعني نقدر نقول الحمد لله بالتفكير والعزيمة والولاء لبلدنا وبننقل ده لكل شباب مصر نقدر نعمل حاجات كتير. القيادة السياسية وفخامة الرئيس قريب جدا من نبض الشارع وقريب جدا من نبض الرياضيين والدعم المتواصل اللي بيديه لكل أفراد المنظومة الرياضية. أكيد ده مهم جدا، بنشوف سيادته بيركب العجلة وبيجري وبينزل مع العمال، دي كلها دفعة قوية وبتدينا احنا كمان في عملنا التنفيذي ان احنا يعني نكون على نفس الضرب في الحقيقة ونكون مع يعني ولادنا وشبابنا وننزل ونحفز ونفكر ونخطط، وده سر المنظومة المصرية وبناء الدولة الحديثة. شكرا. أشرف، على المستوى الشخصي شايف ان انت حققت كتير من احلامك، انا عارف ان عندك احلام وتطلعات كتير جدا ونفسك تشوف الرياضه المصريه في المكانه اللي يستحقها الرياضه المصريه ودايما هي الرياده.
لا احنا دايما ليميت ذا سكاي، حدودنا السماء، حدودنا السماء بنفس طريقه العمل في الدوله المصريه. اكيد احنا عايزين نعمل كتير كتير، بنبني سيستم او نظام عمل يستمر يعني للي بعدي وللي بعده وهكذا. لكن انا نفسي في حاجات كتير، نفسي في حاجات كتير، بنبني قاعده كبيره من تحت، بنتسلح بالعلم في الحقيقه والقدره على التفكير. المجال الرياضي مجال كبير جدا، بنصنفه استراتيجيا في حاجات كتير، يمكن على السطح المجال التنافسي او بعض الاشتباكات اللي موجوده مع التواصل بندخل نحل ازمه ناتج عن الاخرين، لكن بنبني من تحت كويس ان شاء الله مع النظم ومع حاجات كتير هيكون المستقبل افضل كتير يعني، وده ما اتمناه. اخيرا دكتور يعني عايزين نكون منصفين، حضرتك قدمت كوادر وقدمت اجيال جديده مش على نطاق الرياضه فقط، لا انت قدمت كوادر اداريه وخلقت شخصيات، يعني انا مش هكون بجامل حضرتك لما اقول ان ليك فضل كبير جدا في هذا الامر. لا ابدا، ده بالعكس، احنا الحمد لله القيادة السياسية من أول يوم اهتمت بالشباب واهتمت بالمرأة تحديدا يعني، لكن بنظام فاعل، بنظام يعني ده مدروس الحقيقة، وده بننقله إلى استراتيجية بناء الإنسان. الإنسان هو الجوهر وهو الأساس اللي تتبني به الأمم، عشان كده كان لازم إن احنا نقوم بالدور دوت في نطاقنا في المجالات الشبابية المتعددة بفهم وإدراك وقوة ومستهدفات واضحة. شكرا يا دكتور، ومستنيني كتير جدا في الرياضة المصرية. شكرين، شكرا، شكرين. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم لا محدود بيقدم للرياضة المصرية على كافة الأصعدة وعلى كافة الألعاب وكافة المنافسات. من جديد تعود الكلمة ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. طبعا الزميل فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم كان مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وشفنا قد ايه هو مهتم بكل الاحداث الرياضيه اللي بتقوم على ارض مصر، وكان اكتر واحد سعيد النهارده بتتويج منتخب الشباب. يمكن التابلو بيكمل يعني، عارف يا كابتن، يعني مكسب مع حضور حكومي ممثل طبعا في معالي الوزير اشرف صبحي، ايضا في اتحاد منظم الدنيا كويس، التابلو شكله حلو مع مكسب. هو الانتصار تملي حلو، تحقيق الهدف تملي حاجة يعني تحسب للناس المسؤولة، ان هو فكر وبيلاقي قصاد الكلام ده حصد الزرع اللي هو زرعه. فمهم جدا ان احنا نشتغل، مهم جدا ان احنا نطور، مهم جدا ان احنا نشوف اجيال جديدة عشان نحافظ على الرياضة الأفريقية ونوصل للشعب. طيب العالمي. كابتن إيه رأي حضرتك نطلع لأرض الملعب وناخد لقاء والزميل فاروق صلاح وطبعا الكابتن بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي؟ تفضل فاروق. مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، معنا في هذه الأثناء أستاذة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي لكرة طائرة. أستاذة بشرى، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وبرحب بك في بلدك التانية مصر. شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، ومن خلالكم أحب أن أهنئ الفريق الشبان تحت 21 سنة لحصولهم على لقب البطل إفريقيا، وكذلك تأهيلهم لبطولة العالم من خلال هذا العرس الرياضي اللي بتعيشه اليوم مصر والقاهرة. أحب أن أشكر الاتحاد المصري على جهوده المبذولة وعلى حسن التنظيم في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن كيف تعرفوا البطولة الكرة الطائرة كانت موقفة صار لها 13 شهر، فشكرا جزيلا لأن فكوا الكرب، والحمد لله هذه هي بداية موفقة ومزيدا من التألق. وشكرا للجميع، أوتر، حكام، وجميع المسيرين ومنظمين هذه الدورة الناجحة بامتياز. أستاذة بشرى، يعني في ظل جائحة الكورونا اللي بيعيشها العالم، لكن كان عندكم تصميم على إقامة البطولة في موعدها، وده نجاح يحسب للاتحاد الإفريقي وأيضا للاتحاد المصري. الحمد لله، هو بذول مجهود من الاتحاد الإفريقي وكذلك الاتحاد المصري لاستقبال هذه البطولة، ومن شكلها استأنفنا البطولة بعد غياب سنة كاملة، فهذه البداية، وإن شاء الله في بطولات قادمة. أواخر شهر مارس في مصر ستستقبل بطولة الأندية رجال، فمزيدا إن شاء الله من النجاح والتألق. استاذه بشرى، شفت انطباع، انا عايز اعرف انطباعك عن الناحيه التنظيميه، شفتها ازاي والمستوى الفني للبطوله وللمنتخب المصري؟
مستوى فني كويس بتاع الفرق، لكن يعني غير عادي، لان يعني كان في انقطاع كيف قلت لك، صار سنه ما فيش دوري، ما فيش احتكاك ما بين الفرق ما بين المنتخبات، لكن اهو دي البدايه، وان شاء الله لسنا سنه يعني حافله بالتنظيمات وبالاحتكاك مع المنتخبات الكبرى، وهو منها عندهم يعني وقت سنه لتحضير بطولة العالم اللي حتكون ان شاء الله في اواخر غشت. كابتن هيثم انا معاك، لو حابب توجه اي سؤال يعني حضرتك او ضيوفك الكرام للاستاذه بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره. احنا بنشكرها، بس يعني طبعا بنرحب بيها في بلدها الثانيه مصر، وعايزين نعرف بطوله افريقيا للسيدات ان شاء الله ممكن تكون فين؟ الانديه بطوله افريقيا للانديه السيدات هتكون فين؟ تحيات الكابتن تحيات الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن ممدوح اسماعيل والكابتن حسام شعراوي، وطبعا بيرحب بك في بلد تانية مصر. عايز اسال حضرتك، البطوله الانديه للسيدات يعني من المقرر ان هي تقام امتى وفين؟ في نفس التوقيت يعني اواخر قبل ان شاء الله شهر في شهر ابريل يعني قبل رمضان، وفي عرضين، واحد مقدم من مصر والثاني من كينيا. اذا مجلس الاداره في اطار يعني تقرير شكون هو البلد المنظم. العرض الاقوى يعني لو بنسبه كبيره يبقى فين؟ يعني احنا يشرفنا يكون بطولتين في نفس البلد، لكن احب يعني يكون قرار جماعي نتاع مجلس الاداره. وشكرا جزيلا وشكرا على الاستضافه بتاعكم. بشكرك يا استاذه بشرى والتوفيق دايما. مع السلامه. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الاستاذه بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. الزميل فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، اللقاء كان مهم مع الكابتن بشرى حجيج، وشفنا قد ايه هي رحبت او شكرت الدولة المصرية والاتحاد المصري لكرة الطائرة على الاستضافة الكريمة، وقد ايه هي كانت سعيدة بوجودها في مصر، وقد ايه هي كانت حاسة انه طبعا كبداية ان نبتدي نحرك الاجندة الافريقية اللي الحقيقة يعني توقفت كثيرا بسبب جائحة كورونا. يمكن كابتن حسام هو ده مضمون الحوار يمكن مع كابتن بشرى، ان هي مركزة اكتر ان العجلة تمشي تاني ونقدر نتحدى هذه الجائحة ونقدر نقيم البطولات الافريقية للكرة الطائرة وبشكل مستمر مع هذه الظروف. طبعا يعني هو كلامها كان واضح جدا ان احنا ان البطولات هتستمر، بطوله ال 18 وبطوله ال 19 الاثنين هيتلعبوا في نيجيريا. طبعا هي قالت كمان على بطوله الانديه للرجال، بطوله افريقيا الانديه للرجال وبطوله افريقيا الانديه السيدات هيتلعبوا فين. يعني الاكيد ان مصر هتستضيف بطوله الرجال تمام صح، وبطوله السيدات دي هتبقى يا اما في اما في مصر يا اما في كينيا. انا بيتهيالي ان هي هتروح كينيا، لان هي برضو لو كانت في قرار مؤكد. بس هي قالت حاجه كويسه يا كابتن، يعني هي قالت نتمنى ان هي تبقى في نفس البلد. خلي بالك برضو ان هي تبقى في بلدين في نفس الوقت، ده برضو اجهاد على الاتحاد الافريقي. طبعا بيبقى اجهاد على الاتحاد الافريقي واجهاد على الدوله المنظمه نفسها، لان عدد الفرق في الانديه بتبقى كبير جدا عن المنتخبات. بيجي مثلا في البطوله حوالي مثلا ما لا يقل عن 18 فرقه او 20 فرقه، فبيبقى مستوى الفرق عالي، مستوى التنظيم عالي جدا، بيبقى عشان تعمل بطولتين في نفس الوقت في نفس اللعبه، ولاد وبنات ورجال، بتبقى الموضوع صعب جدا. خليني اتكلم بقى في حته شويه يعني تخص النادي الاهلي، بس خليني اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل وندرس مع بعض الاجنده اللي جايه خاصه للانديه سواء رجال او سيدات، ولكن بعد الفاصل. الف مليون مبروك الحقيقه، الواحد سعيد جدا النهارده بفوز منتخب الشباب للكره الطائره ببطوله افريقيا، والاسعدني كمان بنفس درجة السعادة بالفوز هو التنظيم الرائع وظهور مصر بهذا الشكل الجميل قدام العالم كله، وإن رجعت مصر تاني قبلة الرياضة والرياضيين في أفريقيا. والحقيقة خليني أقول لكم إن إحنا كنا زمان لما كنا بنلعب بطولاتنا كان دائما نلاقي الأفارقة بيبقوا حابين يجوا مصر. يمكن الموضوع ده اختفى شوية، لكن رجع تاني هذا الموضوع إن إحنا رجعنا قبلة أفريقيا والعالم كله لاستضافة طبعا الأحداث الرياضية. هنطلع لأرض ملعب تاني ولقاء والزميل فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن موجود اسماعيل المدير الفني لفريق او المنتخب المغرب، فإلى هناك. كابتن موجود اسماعيل المدير الفني لمنتخب المغرب، برحب بيك في بلدك الثانيه مصر، واهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. نقول لك بالتوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه، لكن لعبت مباراه كبيره والنهارده مباراه كبيره مع المنتخب المصري، رايك يعني البطوله والتنظيم؟
التنظيم في المستوى رغم جائحه كورونا استطاع بلد مصر الحبيب ان ينظم بطوله افريقيه للشبان في المستوى العالي. بالنسبه للمستوى المستوى كويس جيد جدا. المشكل هو كاين بعض الفروق بالنسبه للفريق القومي اللي هو صادفنا فريق قومي اللي هو رابع عالميا، هذا ماشي سهل. الفريق الكاميروني اللي هو فريق عتيد وفريق قوي وفريق استطاع باش التعداد ديالو خلال 8 اشهر، بغض النظر الفريق المغربي اللي هو سنه كامله وحنا بدون 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 مقابلات، سنه كامله وحنا بدون صالات، صعب علينا. الور استطعنا نوجدوا فريق خلال 10 ايام، والشكر جزيلا من ترجع للجامعه الملكيه المغربيه لكره الطائره بشخص السيده بشرى حجيج اللي وفرت لنا فتحت لنا الصالات باش نحاولوا نتمرنوا خلال 10 ايام ونوجدوا فريق، يعني حققنا المراد. وزيدون حنا كنا عازمين نجيو نحافظوا على الرتبه ديالنا في بطوله في افريقيا اللي هي المرتبه الثانيه والثالثه، واستطعنا الحمد لله بفضل الله باش نوصلوا لهذ المرتبه هذه. والشكر الجزيل للجميع، تشكر اللاعبين اللي قاموا ببطوله بطوليه رغم توقف سنه كامله. هذا الطاقم التقني اللي سهر على هذه، والسيد المدير التقني ورئيس البعثه والجميع اللي ساهم في هذا الانجاز وهذا التتويج اللي هو تتويج محله وعظيم جدا بالنسبه للمغرب. مجود، رؤيتك الفنيه وتقييمك الفني للمنتخب المصري، ومين اكثر اللعيبه اللي لفتت نظرك من المنتخب المصري؟ المنتخب المصري انا صادفت رقم 8 كان لاعب مع اقل من 21 سنه في نيجيريا وفي كاس العالم في البحرين، والان هو تيلعب دابا، كان ديك الساعه فيتيان ولا دابا شاب. رقم 8 لاعب كويس، الموزع في المستوى العالي، تركيبه المنظومه ديال الفريق القومي المصري منظومه عاليه، تيتبين بان فريق متكامل وفريق استعد فيما فيه الكفايه، وفريق مده 4 سنين ومجموع يعني استعداد ديال 4 سنوات يعطيك فريق في هذا المستوى، هذا فريق كويس في المستوى العالي. لك التوفيق في المباراه القادمه. شكرا، شكرا جزيلا لكم. شكرا الزميل فاروق اسماعيل، فاروق صلاح، شكرا جزيلا ليك. وخلينا اقول لكم طبعا يمكن كابتن موجود اسماعيل المدير الفني للفريق المغربي قال كلام مهم جدا، قال انه عنده بقاله سنه ما لعبش، ما فيش دوري عندهم عشان كورونا، والمنتخب اتجمع 10 ايام وجه. الحقيقه نفس الصعاب اللي بنواجهها الحقيقه هنا في مصر، في دول عندها صعاب اكتر منا الحقيقه، ولكن مشاركته في البطوله دي والاداء ده هو شايفه انه ده اداء بطولي واداء رائع من لعيبته. الحقيقه احنا شايفين كده ان فرقه ما اتمرنتش غير 10 ايام وتيجي تادي هذا الاداء وتخلص نتيجه الاشواط مع منتخب مصر اللي هو رابع العالم من سنتين 25-14 25-19 25-21، فاذا ده انجاز كبير جدا لمنتخب المغرب، واللي بنقول ان هو ان شاء الله الفتره الجايه هيكون نواه جيده جدا للمنتخب. طب خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطيتنا الحصريه والمستمره لنهائي بطوله افريقيا للشباب اللي توجت بها مصر منذ لحظات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يوم مميز، يوم جميل، فوز منتخب مصر اكيد بيبقى يوم مميز لينا كلنا. كابتن حسام، يمكن كلمه اخيره بتوجهها للمنتخب بعد اليوم الجميل ده والمستقبل القادم للمنتخب ده ان شاء الله اللي يكون باهر ليه. طبعا انا عايز اقول لهم شرفتونا ورفعتوا راسنا في اعلى حته في السماء، الحمد لله ربنا كرمنا وكرمنا بيكم. جيل ممتاز جدا، جيل واعد ان شاء الله هيخلي كره الطايره في مصر توصل للأفق زي ما بيقولوا. المنتخب بتاعنا إن شاء الله هيتم تدعيمه بشكل كبير كويس في الأيام اللي جاية من اللعيبة المميزة دي، إذا كان الحسيني أو ميدو أو أنس أو مروان طبعا الصافي، اللعيبة كلها على 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 قدر كبير من تحمل المسؤولية والرجولة. الحمد لله يعني أنا فرحان جدا بيهم ومستواهم اللي هم شرفوني بيه، والحمد لله يعني هتعمل معاهم يا كابتن اللعيبة لما ترجع لك الفريق؟ يعني هتنزلهم التمرين بكرة ولا هتعمل إيه؟ لا يعني ممكن مش بكرة، ممكن من الأسبوع الجاي أو من يوم السبت يبدأوا ينزلوا التمرين. لا بجد هتعمل إيه يا كابتن؟ أكيد أنت في دماغك سيناريو هتعملها، هتكرمهم إزاي؟ يعني أنت على المستوى يعني الأسري اللي في الفرقة واحد. يعني ممكن نعزمهم في النادي عزومه ظريفه كده، هتدبسنا على الهوا طبعا. ما تنساش تعزمنا يا كابتن. أنا طبعا أكيد أكيد يا كابتن هيثم طبعا، وان شاء الله كده هنعمل لهم حاجه ظريفه كده في النادي واحتفالا بيهم مع طبعا مع دكتور وجيه حمدي، نحاول نظبط الموضوع ده كويس. يعني انا فرحان جدا بيهم، يمكن اسعد واحد، اسعد منهم فعلا
باللي هم حققوه وشرفوه، وطبعا سعيد بقناه النادي الاهلي باليوم الجميل اللي هم عاملينه معايا عملوه مع كره الطايره. طبعا حاجه مشرفه جدا القناه تذيع ماتشين ورا بعض، مجهود جبار ومجهود كبير من حضرتك ومن كابتن ممدوح طبعا، ان الماتشين ورا بعض على طول وكان فيهم وجبه دسمه فعلا في كره الطايره لكل المشاهدين. يعني كلمه جميله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكل فرقتك كابتن. ليك كابتن ممدوح يمكن عايزين بقى كلمه اخيره، يمكن حضرتك مبتسم وفرحان فعايزين كلمه منك كما تعودنا دائما الطاقه الايجابيه. اكيد اكيد المكسب حلو الحمد لله والشكر لله. طبعا بشكر قناه الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على تطوير القناه والاستوديو اللي احنا قاعدين فيه على مستوى عالمي. بشكر كابتن هيثم السعيد نجم قناة النادي الأهلي، مدام عزة حافظ على الجندي المجهول اللي وراء الكاميرا، فريق الإعداد واللي وراء الكاميرات المصورين، حاجة يعني بصراحة أنا فخور بيها إن احنا نقعد في الاستوديو 5-6 ساعات. ده حاجة بالنسبة للعبة الكرة الطائرة، ده في أرشيفنا وفي أرشيف اللعيبة دي حاجة كويسة. أنا بيقابلني لعيبة من الجيل اللي أنا كنت بمرنه من 15 سنة معهم ولادهم عندهم 8 و9 سنين، بيفتكروا أيام زمان الفيديوهات والسيديهات اللي كنت بعملها لهم. فيعني أي تطوير في المنظومة وتبقى محسوبة في ذهن كل الأجيال القادمة، دي حقيقة. مبروك للنادي الأهلي ومبروك للعيبة النادي الأهلي ولعيبة منتخب مصر والاتحاد المصري. مجهود لازم نستفيد منه على المدربين الفنيين في جميع الأجهزة الأندية إن هم يستفيدوا باللعيبة دي ويكونوا سند ودعم في الفرق الأولى بتاعتهم. على اللعيبة في كل نادي من اللعيبة دي إن هي يبدأ المدير الفني يضمهم ويديهم الفرصة. صحيح، ويحتاج بيهم عشان يكملوا إن شاء الله. يحتك مع اللعيبة الكبار ياخد خبرتهم وهم في قمتهم. صحيح يا كابتن، بشكرك كابتن ممدوح إسماعيل نجم مصر ونجم النادي الأهلي. ربنا يخليك. وعضو لجنة انتقاء المواهب بالنادي الأهلي، بشكرك نورتني وشرفتني. ربنا يخليك كابتن عيسى، ربنا يخليك. كابتن حسام شعراوي يعني يمكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني وأجدناك معانا النهاردة، بس ألف مليون مبروك. شكرا يا كابتن عيسى، الحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله كلنا مبسوطين بالإنجاز اللي احنا حققناه. الحمد لله. شرفتنا يا كابتن، ربنا يخليك. مسيك اعزائي المشاهدين، دي كانت رحلتنا مع الابطال، بس الابطال بجد ابطال افريقيا المره دي، اهم ابطال افريقيا، اهم ابطال الشباب للكره الطائره، دي كانت قصتنا معاهم النهارده. انتظرونا ان شاء الله وباذن الرحمن يوم الاحد القادم ان شاء الله وحلقه جديده من الابطال، ويمكن بلغوني يوم الاحد في ماتش كوره، يبقى ان شاء الله هيكون معادنا باذن الله باذن الرحمن يوم الاربعاء القادم. وشكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى لقاء اخر مع الابطال.